بوكيمون. بهذا الفيديو بدي اجرب تشكيلتي وهي فول ماكس. طورت كل البطاقات الى الايس سبيريت والكانون، اعطيتهم تسريع لمده 3 ساعات. بدنا نشوف التشكيله يا زلمه، ولك يلا. اول واحد يا زلمه، طيب بدي انزل له برنسس من ورا، يعني تفضل يا زلمه. مستحيل حدا يلعب معك، ما معه الجوبلينشتاين. طيب بدي انزل له كانون، والله ما بقدر اعمل غير هيك. اذا بنزله باولر على الفاضي، 10 كوين على الفاضي، راح انزله كمان سبيريت هون احتياطا اذا معه جوبلين جاينت، لانه هاي التشكيله فيها بيكا ايفو كمان. طيب يلا اسهم بربريان بارل. ايش هاي التشكيله؟ مش هذيك فيها اسهم صح؟ لا يا اخوان، مش هي، مش بيكا والجوبلين جاينت. طب هيك صرف البومبر وصرف البارل، ايش معه؟ ايش وزرد؟ حلو يا اخوان، اذا بحط لايك هالفيديو. اول مباراه والتشكيله في الماكس. طيب والله كفو لارشك، ارشك مين؟ ماشي نزلوا كانون. طيب بس راح اسحب، ايش هذا؟ بسرعه 10 كوين نايت من هون. طيب دفع الخاصيه تشيل كل شيء، ممتاز. ايش هذا؟ سبيرت، خرب بيت اللعب اذا من اولها فريز، راح يتوب. ايش هذا اخوان؟ مشكله مع بربريان بارل هسه، بس نعمل هيك بلكي غلط. طيب ظل واحد على الفاضي خاصيه يا اخوان، بدي اخاطر ان شاء الله الارشر كوين تشيله قبل ما يضرب. يا زلمه والله حرام يا زلمه، والله كان راح تور، وبتعرف ما معه كسير. يلا ايش معه؟ حلو. طب انزله كانون يا اخوان، في امل، الجيم صعب بس عندنا موضوع. المشكله اذا مقبره فريز اجباري ياخذ دمج. طيب بالله عليك، طب بدي احط له الاشر كوين هون عشان يعمل فريز ما تزبط معه. جوبلين جانج من هون، حلو. ابلع يا منوب، اسمع بسرعه نايت ايفو يا اخوان. والله هجمتي هاي، جولن بارل سبيرت من هون. ايش هذا الجوبلين كيج يا اخوان؟ يا اخوان بسرعه جوبلين جانج، ولا قلبنا الجيم عليه يا اخوان. برنسس، والله خسر خسر يا اخوان، راح التور شيل الجوبلين البرنسس. ايش هذا يا منوب؟ طيب بس كانون، ما بدي اصرف الكانون جونت، بس يلا حطيتها على الجهه الثانيه فيه، لانه ممكن اكيد راح يهجم هسه. بالله عليك نايت اسطوره. طيب برنسس من هون، يلا كدك تفرز، نشوف يا اخوان كده يعمل فريز. فرز ايوه شطور، جوبلين جان يلا، جولدن بارل معه بربريان بارل هسه عادي. غلط. والله يا اخوان ضاع ضاع. طب شوف تورك على اليسار زلمه نايت يا اخوان، خسر. والله ضاع تركيزه. ثاني واحد يا اخوان، طب حط لي الدوقه للاسف، بس يلا نرمي له جوبلين بارل مع سبيريت. لا هات، اذا تركهم راح ناخذ 500 دمج يا اخوان. حلو. طيب هون الدفاع راح يكون كثير ايزي ان شاء الله، يكون بيلعب بالرويال هوكس. طيب لا والله يا اخوان، نفس اللحظه رمى فيها كنت رامي الهاب، كان نزلت باولر عادي. طب بدي انزل هون ارشر كوين انا، خلي ياخذ دمج، خلي خلي عادي، هدو عند الموضوع، استنى شوي. طيب اضرب اسم، حرام عليك النايت، هسه راح بهدلني بالكراكر هاي، والله انه كفو. طيب خاصية حلو، معدوم الاشارة يا حبيبي، عرفت التشكيلة. اذا عنده رويال ريكروت ايفو وجوبلين بارل ايفو، اتوقع فيها كمان جوبلين جانج هاي صح. طيب نزل له باولر، حلو يا زلمه. طب ماشي جوبلين جانك، الصراحه نزلت البرل كويسه، او راح ياخذ فيها دامج يعني، راح فاعل صح. هاي الخاصيه صراحه غلط. شوف الحظ، شوف الحظ يا زلمه، خلص خربت هجمتي. طيب اقول لك تعال نزل له ارشر كوين، نزل من هون بالكي ضربت الهاي، خذ لك.
ايش هذا اخوان؟ خاصية؟ حلو. ايش اللي صار طيب؟ ليش هيك الحظ يا زلمة؟ تركها واحدة ثانية؟ والله كفو. ايش الفيشرمان هذا حبيبي؟ اخوان هجمة، هجمة اسطورية. تحطوا له الاصليين هناك. بسرعة جانج، بسرعة 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 بسرعة. وينك ترمي الاسهم؟ ابلع. اخوان شوف شوف ايش صار، خسر. اخوان بسرعة برنسس صيد الكراكر. ابلع يا منوب. وق نص هجمة. بسرعة باوي. وين نزلهم؟ اشوف غلط. والله شكرا يا زلمة. نايت جيجي. ايش اللي صار؟ ملاحظين الجيم الاول والثاني هجمة واحد بتقلب الجيم عليهم. هذا اصلا كان بينزل رويال كروت على الجسر ويرمي جانج بس غلط. زين والله هجمتي يا اخوان كثير سيئة. اصلا ما عملت له هجمة الصح، يعني سبيريت كانت الهجمة، ما شاف الباولر ولا شاف الاشر كوين قدام. جيجي ثورين سلمني الباولر. باولر ولك مجنون، مجنون يا اخوان. وشوية التشكيلة يا زلمة، والله لعبنا فيهم الهاب. اسكت يا زلمة اسكت. ولا بلو اللي بعده نشوف الجيم الثالث يا اخوان. واتوقع هذا الجيم الاخير بالطريق الاساطير، ما بدي اوصل بطل مطلق والله، يعني ما راح اقدر العب يعني. ايش هذا؟ طيب بس نزل من هنا كانون، بتنزل له ارشر كوين من هون عشان يعمل فريز ما يصيدهم كلهم. حلو والله يا اخوان دفاع تاريخي. ايش معه هذا؟ تشكيله الباولر والاشياء هاي ولا؟ طيب بس نفعل الخاصيه. النايت يا اخوان النايت وحده ثنتين اسطوره. طب اتوقع هي فيها بربيريان بارل صح؟ لازم استعجلت انا بالبرل بس يلا. حلو واحدة والله كفو. لو استعجلت فيه راح يدافع، اما هيك ما دافع عنهم. حلوة والله الفكرة هاي. طيب يا حبيبي طب اقول لك بسرعة جانك، خليه يرمي الاسهم يا اخوان او الفاير عادي. ايش هذا؟ زلمة كراكر مع لافا؟ لا لا ايش هذا يا اخوان؟ تشكيلة أرضية هاي. طيب بدي أنزل الأشر كوين أنا هون عشان تمسك النايت ويتش هسا. والله لازم فعلت صح بالكراكر بس يلا عادي عادي. سبيريت؟ لا غلط غلط. لازم أعمل خاصية هون راح تشيل الكوين. دربيش؟ حلو حلو يا إخوان. أتوقع راح يهجم هسا بالبالون. مش أتوقع راح يهجم. بالضبط. طيب شوف الدفاع شوف الدفاع ولا. بتنزل له شوي بس. برنسس من هون وجوبلين جانج قدام. يلا وعندك الدافع؟ ما بقدر. كل محل في شيء بدمج بالبالون. ولا غلطه لحد الان بس غلطت صراحه، لازم فعلنا الكينج بالسبيريتس كان ساعدنا اللاوت بس يلا. هسه بنفعل شكرا يا زلمه. ولك اسطوره انت سبيريت. شكرا شكرا. نايت جوبلين بارل. والله ما نزل لافا، يعني قلت لما هجم بنزل بلعنا. طيب برنسس يا اخوان والله بناخذ التور يا اخوان. توري راح التور راح والله مستحيل. اح ايش هذا؟ طب اسحب هذول شوي. نايت اح يا اخوان ولك ايش هو؟ اح 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 انا اسف انا اسف حقك علي زلمه انت اسطورة. حلو يا اخوان صرف الاسهم يا بسرعة بدها هجوم لعاد بس نضمن تور تور. التور الثاني بجيبه بسهولة. شكرا والله شكرا زين والله انه منوب يا اخوان كان بيقدر يفوز. يا اخوان بدي انزل اشر كوين بالنص بسرعة 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 بسرعة. خاصية 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 يا اخوان. معه صفر كثير ولك يبلع الزلمة ولك بالمخ بتنلعب كلاش يا منوب. طيب يا اخوان راح نوقف معكم بطريق الاساطير. الصراحه ما بدي اوصل بطل مطلق، قلت لكم يعني اذا بوصل هسه والله يا اخوان النسبه 95%، خمس خسارات مسجلهم يا زلمه وكمالك. بس يعني اذا وصلت راح اوصل 1940 وما راح العب لا بكره ولا اللي بعده، راح ينتهي الموسم وانا 1940 يعني على الفاضي. شوف هذا المنوب لافا هاوند ونايت ويتش وكرك ولا كبلة. عندي ستريك اسطوري زلمه بالتشكيله مش باي. لا في كمان تحت وين بالدور التاسع يا اخوان والله بتلعب فيهم لعب تشكيلتي بتخوف. ولك الكانون يا اخوان عملت شغل بس طورناها ليفل 15 مش طبيعيه. المهم نلعب معكم جيم بالكؤوس نشوف كيف الوضع هون كمان. يلا نشوف الاسطوره هذا.
طيب نزل سبيريت ما معنى اي شيء. اسم كلان وزوزو ايش العب بسرعه شركوين ايش الجاينت هاف يا اخوان ماله معصب. طيب كلان اسطوريه هون خاصيه بسرعه قبل ما يرمي اي سبيل او شيء. طيب بس برنسس من هون. طيب راح ياخذ شويه دمج بالمنين بس عاد حلو اخذ الضربه صح عادي. طيب نرمي له قبل مبرل معه اسهم حلو معه زاب. طيب بريدكشن يا اخوان بديش انزل باولر نزل نايت الصراحه نايت ما بيكفي صح. طيب يا اخوان تحدي ما انزل باولر بالجيم والله تحدي صعب. بدي انزل جانج نجرب الباولر ممنوع ينزل. طيب صراحه غلط البومبر هذا حلو ما راح يوصل ممتاز. اذا معه بويزن زاب عملاق منيون جاينت بس ظل معه ثلاث بطاقات كانه واربعه ما شفناهم اذا مش هذا. طيب صار عشر كوين قدام يا اخوان العشر كوين مش طبيعيه زم بتخوف يا زلمه على الفاضي هاي البويزن حبيبي. طيب هسه معه بالسايك البرابره فبدي انزل نايت واعمل بريدكشن قال واه ترى بسرعه حلو حلو. طيب راح تشيل الاثنين موافق والله حلو. طيب بس ننزله هون سبيريت العاد عشان نتخلص منهم. لو بنزله الباولر بهجمه بفوز بتعرف. ما معه زاب ما معه اسهم شايف بس معه زاب وبويزن يعني بس انه بوصله قبل مبرل. طيب نفس الهجم قاعد بكررها يعني ما راح تستفيد بس 10 كوين من هون وبسرعه خاصيه ما راح ياخذ دمج. حلو يا اخوان اعملوا مخلب النمر على الجهتين. شوي بس نزل من هون نايت بسرعه الاصليين نرميهم على اليسار سبيريت من هون فيرنو تاور يا من هو بش هذا خاصيه. حلو حلو شوف الدمج شوف الدمج يا زلمه يا اخوان صرفت مليون اكسير. انفير ايش هذا بسرعه كانون يلا حط منين هناك عشر كوين ممتاز بدون بابر يا اخوان. طيب قبل امبرل يلا ارمي للزاب وينك ترميها والله غلطت يا اخوان بس لا حتى ولو رميت ورا الجوبلين كان راح يقدمه فالبراب راح يرجع نفس الشيء تحليل من سوق الجمعه هون. طيب نزل كانوا من هون لانه في بويزن والله ما نزلها شوف كيف. طب ماشي على الفاضي هاي بويزن زم. طيب بدي انزل 10 كوين بما انه صار في بويزن حلو ناري خبول برنسس. طيب جولن بارل يلا ارمي زاب دا اللعب مع مرآة يا زلمة نايت يا اخوان الباولر شكله بده ينزل. لا لا يا زلمة. طيب كانوا من هون دون باولر ننزل اشرا كوين على البومبر حلو يا اخوان الايس سبيريت عامل شغل مش طبيعي كل البطاقات بالتشكيل بسرعه خاصيه اتوقع جي جي هون جوبلن جانج جوبلن بارل سبيريت من هون جي جي مستحيل يا زلمه مستحيل شو بدك تعمل راح يسار راح يسار برنسس من هون تشيل يا اخوان ولك يب. ولك هون جلد والله يا اخوان تشكيلتي مش طبيعيه اسمع اعملوا لها نيرف. وكيش هاب والله يا اخوان لعبت فيه لعب قلت لك بدون الباولر فزناها بدون الباولر وك مع الفيرنو تاور. ايش ايش هالتشكيله بعدين عملاق بويزن وزاب مع انه كثير مع اشياء ضدنا صراحه كيف اذا معه زاب بتقول لي معه اشياء ضدك اذا ما اسكت وبس والله شوف شو الفيديو الجاي يخبون سلام.